مشاهير. كنتي فين وتأخرتي ليه؟ يعني جاية متأخرة عن ميعادك وماشية بتتفسحي لي في الشركة؟ انتي فاكرة ايه؟ عشان ده يا بيه هو اللي جايبك خلاص؟ مفيش ولا ظابط ولا رابط؟ ليه كده بس يا مدام شهيرة؟ بتعملي معايا كده ليه؟ هو انا عدوتك؟ عدوتي ده ايه؟ انتي نسيتي نفسك ولا ايه؟ الفرق كبير قوي ما بيني وما بينك، ما يستحملش حتى ان انتي تكوني عدوتي. انتي مجرد موظفة هنا، موظفة عندها تقصير، والتقصير بيقابله عقاب مش اكتر ولا اقل. وبعدين انت هنا بتشتغلي في شركه كبيره جدا، مش محل هدوم زي اللي انت جايه منه. ولازمته ايه بس الكلام ده؟ ما انا برضو ما كنتش قاعده على ماكينه خياطه، انا كنت بشتغل محاسبه. وعلى فكره انا ليا لسان وبعرف ارد. والله طب ايه رايك بقى ان انت مخصوم منك اضافي الشهر ده كله؟ وقومي بقى قدامي لضيا بيه عشان اقول له الكلام ده في وجودك، عشان انا عارفه هتروحي له من ورايا وتعيطي له وتمدي ايدك، وانا بقى هقطع عليكي الطريق ده من اوله. بس كده؟ وماله يا مدام شهيره؟ بس انا خايفه لحد تاني خالص هو اللي يعيط. الله، وكمان لسانك بيطول عليا. ما بقاش شهيره ان معرفتك مقامك، يظهر الناس هنا بتنسى اصلها قدامي. اتفضلي. عرابي. نعم. جميلة فرحات دي تربية تانية خالص، بنت عز ودلوعة. أنا أعرف عائلتها كويس جدا، عائلتها وعائلتنا كانوا أصحاب زمان. مسيو عاصم، مع احترامي وتقديري ليك، بس كل الكلام اللي أنت بتقوله ده ما يخصنيش. البنت اللي جوه دي بني أدمة لا تطاق، وجاي تقول لي عائلتنا وعائلتهم وطبق طبقنا يبقوا في طبق طبقكو. مع الأسف كل ده ما ياكلش معايا. هتعديها وهتنسى، ابوها راجل تقيل جدا في البيزنس، راجل ملياردير، ما تقفلش ابواب، خليك كول تكسب على طول. حلوة والله. ايوه صحيح. يبقى خلينا على الخميس ونتفق قبليها. يا غدا يا عشا، وبطمن عليك، مع السلامه. شهيرة، فين الملف اللي طلبته؟ شوف انا بقول لك قدامها اهو، انا الموظفة. فين الملف مصنع فلوس اللي طلبته؟ مش في ايدك ليه؟ انا طلبته من المحاسبة، هما بيدوروا عليه وثواني هيكون عندي. على فكرة يا مدام شهيرة، قسم المحاسبة كان بيسأل على حضرتك من الصبح. سألوا امتى؟ لما حضرتك كنت في مكتب الاستاذ كمال تعيمة في البدروم في المخزن. البنت دي انا مش بس هقسم لها الاضافي، انا كمان هعمل لها لفت نظر. دي بتستغل عطفك عليها. كنت عندي كمال تعيمه هنا في الشركه. الله، هو مش في اجازته السنويه ولا ايه؟ هو موظف معانا في الشركه، طبيعي جدا يعني ان انا ممكن اقابله ونتكلم، اطلب منه دفتر معين، اي متجرد ملف كده يعني. ما عشان كده حضرتك عايزه تقسمي لي على حاجه انا ما عملتهاش. حضرتك انا جيت في الوقت اللي مدام شهيره فيه كانت في مكتب الاستاذ كمال، عشان كده ما شافتنيش وافتكرتني اتاخرت. يبقى حلال بقى ولا حرام انها تخصمني على حاجه انا ما عملتهاش؟ وقعدته كمان. ما حصلش، قلت لك قابلته وانا في طريقي للمحاسبه واتكلمنا. حضرتك انا ما اتاخرتش، بس يمكن ساعه مدام شهيره هي اللي مش مظبوطه كمنها اتكسرت. مالها ساعه اتكسرت يا مدام شهيره؟ ساعة ما كان الأستاذ كمال. مش مشكلة بقى، فداكي. ياه، واضح إن الماتش كان سخن جدا. إيه رأيك نشوف الماتش في الملعب؟ لا إحنا لا هنقطعك ولا حاجة، بس بعد ما ابويا ما مات الدنيا اتغيرت شويه كده، امي انعزلت فغيرت لي حياتي. حرام، سوري، الله يرحمه. بس هي حصل لها عقده شويه، كانت عايزه تبقى قاعده في البيت طول الوقت وعايزاني جنبيها. طنط رشيده عندها حق، برضه بتخاف على ابنها الوحيد. انت عارفه انا بقابل باباكي كتير، ها؟ مناسبات بقى وحفلات، بما انه راجل اعمال وانا كمان راجل اعمال، يعني مع حفظ المقامات طبعا، يعني هو فين وانا فين.
انا حتة سردينة وهو حوت كبير. بس انا على قد يعني وراضي يعني. طب وبالنسبة لي انا يا استاذ عاصم، هتعمل لي تيست ولا هتقول لي امشي؟ ايه ده؟ مين قال انك تمشي؟ غير انك جاية طبعا من طرف الحبايب، انتي بنوتة زي القمر، والكاميرا بتحب ملامحك ووشك، وانا كمان بحب اللي الكاميرا بتحبه. اه اوكي خلاص، يبقى امشي انا بقى. بالسلامة. بالسلامة انتي. مضطرة حبيبتي، اصلا عندي مذاكرة وكلية وخنقة. تعالي انتي بقى، تعالي اقعدي. انتي شكلك هتبقي نجمة. يا ريت. صباح الخير يا استاذ كمال. صباح النور. اهلا قضية بيه، انا جيت عشان الم الحاجات. مخلص قوي، بتيجي المكتب يوم اجازتك؟ انا جيت ساعدتك عشان الم الحاجات بتاعتي، يعني شويه حاجات خاصه بيا. مدام شهير، ما تنسيش تاخدي المج بتاعك ده. انتوا بقى كنتوا سايبين الشغل وقاعدين تحكوا. بصراحة الأستاذ كمال كان بيقولي إنه عايز يقدم استقالته. الشغل مش بالعافية، استقالتك مقبولة من دلوقتي. عايزك دور. برافو يا شهيرة، برافو عليكي، طلعت شاطرة جدا، اخترت صح في الوقت الصح، بعتيني في لحظة لما اخترت بيني وبينه. ماشي، متشكر يا شهيرة، متشكر قوي، بس يا ريت تخليكي فاكرة. صبري خدامك يا باشا. البضاعة الصيني اللي كنا بنستوردها من شركة ضيا فرحات، العقد اللي راح في الحريقة في مكتب شريف أبو الدهب مش كان بينص على إن البضاعة دي كلها بنستوردها حصري؟ يعني إحنا الوحيدين اللي بنشتريها، صح؟ صح يا باشا، ومفيش حتة هتنزل السوق إلا من عندنا. حلو أوي. أنا عايزك بقى تشمشم لي عن طريق حد من أصحابك في شركات التوزيع الكبيرة، لو ضيا فرحات مضى عقد تاني لنفس البضاعة مع شركة تانية، لو ده حصل يبقى ظني في محله. سعادتك تقصد يعني إن لو ده حصل يبقى هو اللي حرق مكتب شريف أبو الدهب، صح؟ حبشي. حبشي إيه؟ أنت زفت. أمرنا يا باشا. الحتة دي تلمعها كويس وتلفها لفه شيك وتبعتها في الشيخ زايد فيلا عامر بيك كيلاني، وتحط كارت باسمي. تحت امر سعادتك. دي بمناسبه ايه دي يا باشا؟ عيد ميلاده؟ لا، بمناسبه رجوعه لمراته بعد مرور 7 سنين طلاق. تصور. حنين يا باشا، حنين. حطها مكان الحته الاولى. ماشي يا باشا. لا شني واحد على كده شويه. ايوه بس تمام كده. تمام. تعالي. ايه اللي خلاكي عملتي كده؟ انا ما عملتش، انا كنت ما تكدبيش ولا تتخبسي عليا، وفي نفس الوقت ما تخافيش من حاجه، انا مربيكي. ما هو علشان كده، علشان انت مربيني، عملت كده عشانك. طب فهميني، انا مش فاهم ولا حاجه. فاكر يا ديه بيه لما كنت بالنسبه لي بابا ديه؟ ولا تعيطي ولا تزعلي نفسك يا حبيبتي، خدي كل الايس كريم ده لك انت لوحدك، كلي بقى. ميرسي يا بابا ديه. كل يا حبيبتي. خلينا في موضوع. ما هو ده موضوعنا يا دابي، هو ده موضوعنا. فاكر يوم ما انقذتني من ايدين امي زينب؟ عجبتك العروسه؟
سميتها ايه بقى؟ سميتها يسرا. اتفضل يا ديا بيه. بنت بنت اوعى تضربيها ولا من قدامي ولا من ورايا. تعالي روح قلبي اقعدي. حلو قوي اسم يسرا ده، جميل زي كده. دودو قصدي دولت، يا ريت ترد عليا وما تعصبنيش. في الفترة دي من عمري كنت انت الشباك اللي ببص منه على الدنيا، اللي فتح عيني على الحياة. تفتكر بعد كل ده ممكن هسيبك كده واشوفك وانت بتتباع عيني عينك واسكت؟ افرض انه جه اليوم اللي بلغك فيه ان انا اعرف كل اللي كان بيحصل من ورا ظهرك وما قلتلكش، ساعتها نظرتك ليا كانت هتبقى ايه؟ وعرفت ده كله ازاي؟ ازاي؟ اقول لك وتديني الامان؟ قولي. انا صحيح بقالي 7 شهور بشتغل هنا، لكن ربنا خلقني مركزه، وعارف ان مدام شهيره هي اللي توسطت للاستاذ كمال طعيم عشان يشتغل هنا. بس انا لاحظت يعني ان انت مديني الامان. كملي. لاحظت ان في عداوه كده بينك وبين الاستاذ كمال، ما فهمتش سببها الا بعد شويه، لكن فجاه لقيت الاستاذ كمال بيتنقل من قسم العلاقات الخارجيه هوبا للمخازن، وده تسمح لي كان قرار غريب ملوش اي مبرر ولا سبب معقول يخلي اي حد في الشركه يفهم اللي انت عملته معاه. سالت نفسي ايه اللي يخلي ضيا بيه يخسف بالراجل ده الارض بالشكل ده؟ قلت في عقلي بالي اكيد الراجل ده داس على خط احمر عند ضيا بيه، عشان كده بدل ما يبقى قرار نقل كان قرار انتقام. ساعتها بس لقيت الحقيقه ولقيت المفتاح. والنهارده شهيره، اقصد مدام شهيره، كانت على غير العاده معايا خالص. اول مره اتاخر ما لقيهاش لابدالي في الدوره عشان تطخيني عيارين بلسانها مع سبك الخصم والاصرار. قلت قال روحي اكيد في حاجه غلط. مجي مدام شهيره، مجي مدام شهيره ده ملكيه خاصه محدش بيشرف فيه غيرها، يعني لو مشيت وراه هوصل لحد عندها. مشيت ورا المج. اوعى القهوه لاحسن تستهوى باشمهندس زغلول، احلى شاي وصايه وده بن مظبوط ومحوري صاحبك وصديقك والبوي فريند بتاعك. بوي فريند يا عبيط؟ جراسه بوب الحريم بس اللي بقالها بوي فريند، الرجاله لا. وانا ما اسميش مروه يا حبيبي، عايز تقول فريند ماشي، انما بوي دي ما تنفعش، الناس تفهمنا غلط. يعني هي بوي دي بقى عدم المؤاخذه هي اللي هتخلي الناس تفهمنا غلط؟ حول ولا قوة الا بالله، احلى عناب. انت مصبر الناس، صبرنا يا رب وساعدنا لساني يفضل جوه بقي كده عشان ما اتكلمش. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. مالك ده سبوبه في ايه؟ ابدا مفيش يا استاذ هشام، انا بس عايز اهدي لك اغنيه رجب حش صاحبك عني، وعايزك تقول لي كمان لصاحبك الباشمهندس زياد ان لسه مش بالشهادات ولا بالتعليم العالي طبع. عشان من الاخر العلم في الراس مش في الكراس، ومن الاخر معاك جنيه تبقى بيه، معاك مليون تبقى مليون، صح ولا مش صح يا عمنا؟ مش صح. بس يعني ايه؟ يعني مش كل ما اقعد اقول له كلمه بقى يقعد يقول لي صح وغلط، ويقعد يشرح لي اصلها وفصلها في تاريخ الفراعنه. احنا حلوين قوي من الاخر وزي الفل وبنفهم وبنقدر وجبنا مليان ومش مديونين لاي حد، انما هو بقى من الاخر شوفوا مديون القهوه بكام لحد الساعه اللي احنا موجودين فيها. طب خلاص خلاص ما تكملش، عارف كل حاجه. لا انا ما اقصدش انت يا عمنا، انت ما عليكش اي حاجه، ده انت كل اللي عليك ما يجيش حاجه و30 جنيه يعني، انما هو حسابه معدي. روح ساكت مش عايز يتكلم بقى. ماشي. ايه يا عم هشام؟ هتقضيها رغي ولوكلوك، قهوتك هتبرد. هعديها لك المرة دي. العب العشرة دي، يلا. القهوة يا مستر عاصم. مغلية مانو زي يا ميزو. يا ميزو بشتغل، مش لازم المقدمات دي، انا عارف انا اللي طالب القهوه زي كل يوم. شكرا يا ميزو، اتفضل انت. تحت امرك. شكرا حبيبي. القهوه يا مستر عاصم. ايه يا مستر عاصم؟ هو في ايه اللي بيحصل في الشركه دي بالظبط؟ في ايه يا عرابي؟ الشركه بتولع. يا مستر عاصم انا عايز اعرف هو مين المدير التنفيذي هنا؟
انت يا عرابي اخلص قول عامل غاغا ليه؟ في واحدة برا جاية تسجل اسمها علشان تعمل تيست كاميرا، قلت لهم دخلوها. دخلت فالمدموزيل اللطيفة بتقول لي هو حضرتك صاحب الشركة؟ قلت لها لا أنا مش صاحب الشركة. قالت لي لا أنا آسفة أنا عايزة أقابل الأول صاحب الشركة. أنا نفسي أفهم مين مسؤول هنا عن التيست في الشركة دي؟ هي حلوة الأول؟ أصل لو حلوة أبقى أنا مسؤول عن التيست، لو وحشة أنت أبو التيست كله. ما هو يا ميسيو عاصم يا حبيبي لو كل بنت جت تعمل تيست هنا دخلت عند حضرتك الأول يبقى في خلال 3 شهور بنات مصر كلها هتشتغل في الإعلانات. أخرج دخلها بلاش فزلك. أوكي يا ميسيو عاصم. اهلا 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 بيكي اهلا بيكم اهلا وسهلا. انت استاذ عاصم؟ جدا عاصم جدا عاصم بالعشرة. لا 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 يا فاتن هاني، مسألة مش كده خالص، سعادتك فاهمة غلط. المكان ده انا ورثته عن ابويا الله يرحمه، اتربيت فيه من وانا عيل صغير، عشان كده طلعت احب التحف والانتيكات، ونمر يوم من غير رؤياه ما ينحسبش من عمري. سعادتك شوف الحتة دي. نسيت اقول لسعادتك مش كل واحد عنده مكان زي ده بيشتغل مهرب اثار. لا 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 انا ما اقصدش كده طبعا. شركة الاستيراد والتصدير اللي عندي دي باكل منها عيش بس. قصدك عيش السرايا. فاتن هانم سعادتك عسل. المكان مكانك، شوف اللي يعجبك خديه واللي ما يعجبكيش كسري. ميرسي ميرسي قمر. هاف ا نايس تايم. يا باشا ما تاخرتش عليك صح؟ كنت فاكرك هتتاخر اكتر من كده. خير؟ لا يا باشا الخبر اليقين جاني في الجوله الثانيه. من مين؟ من عمرو الكرداوي. عمرو الكرداوي؟ عمرو الكرداوي العضو المنتدب في شركه الدوليه تل، بلغني ان في مفاوضات تمت مع ضياء فرحات بخصوص توريد بطاريات ليثيوم صيني. البطاريات دي اللي بيدخلها ضياء فرحات مصر. من الاخر كده البضاعه اللي ضياء كان متفق انه يبيعها لنا اتفق مع حد تاني غيرنا. وضحت كده يا باشا؟ هو كده جاب من الاخر وضرب كرسي في الكلوب. لسه فاضل كارتر صبري ده فرحات يثبت لي فيه حسن نيته. حسن نيته يا باشا؟ حسن نيته ايه ومن مين؟ من ضياء فرحات؟ معقول يا باشا هتسأل ابليس تقول له باب الجامع منين يا ابليس؟ اسمعني كويس، انا عايزك تتاكل دلوقتي وتجيلي بالليل نقعد لوحدينا وهقول لك هنعمل ايه قبل ما اخلص من الست الصداع دي. يا عم حرام تحجز البت لحسابك، وحرام اصلا اللي زيه زيك يتجوزه، هناخد الحريم نجوحهم. بقول لك ايه اتش، ما تسيب اللي اسمها لبنى دي تشوف مستقبلها. ايه لبنى دي هي مستقبل اصلا؟ دي عن ازاي؟ وبعدين يا سيدي طيبونا للطيبات، وهي لو كانت لقيت واحد محترم كانت هتستناني. هي وعدتك هتستناك صح؟ غصب عنها زغلول هتستناني، ده اجباري مش اختياري، مستنيه. وانت مخطط لايه بقى يا برم؟ والله زغلول ما عارف اخطط لايه ولا لايه، تصدق من كتر التخطيط ما بقتش فاضي اخطط لاي حاجه. بس هيجي يوم هفكرك رصيدي في البنك قد ايه. ايه ده؟ ايه السما بتمطر فلوس. او 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 رصيد ده يا ابو رصيد، يبقى قابلني اهي دقنا اهي. هتشوف يا زغلول هتشوف. معلش انا اسف، انا نسيت حاجتين مهمين جدا. اول حاجه نسيت اسالك تشربي ايه، ودي قله ذوق مني جدا. لا ولا يهمك يا سيدي. وعارف بقى ايه الحاجه التانيه اللي نسيتها؟ نسيت نفسي. نسيت تسالني عن اسمي، ودي بقى مش قلة ذوق مني، دي غلطتي أنا. عموما يا سيدي أنا بسمة الدالي، خريجة كلية التجارة AUC،
اتجوزت بدري بس أرملة بقالي حوالي 7 شهور. قررت بقى ان انا اخيرا اخرج من الحزن والدوامة اللي انا كنت عايشة فيها. لا انت صح طبعا طبعا، الحزن مش هيفيد، هو في احلى من الفرفشة. عيشي عيشي، خلينا نعيش. بالظبط، عشان كده انا قررت اشتغل عشان يعني اشغل وقتي، بس مش احتياج خالص والله. انا عايزه اقول لك ان المرحوم ساب لي ميراث يكفيني العمر كله. لا الله يرحمه الله يرحمه، زعلتيني. ان لله وانا اليه راجعون. تاخدي ايه؟ مش عايزه حاجه، ميرسي، ثانك يو سو ماتش. او ماي جاد، دلوقتي ميعاد الغدا بتاعي. او ماي جاد، يبقى لازم تاكلي ايه؟ لا اصل انا هفهمك، انا عامله دايت وبيبقى ليه مواعيد معينه، ودلوقتي يا دوبك ميعاد الغدا. بقول لك ايه، انا في هنا مطعم وراكو بالظبط كده على النيل، انا ممكن اروح اتغدى وارجع لك على طول، ولا تحب تاجل الميعاد لبكره؟ نأجل ميعاد لبكره ليه؟ ده احنا لسه ما كملناش. طب ايه رايك بقى ان انا اعزمك نتغدى سوا؟ يبقى نتغدى سوا. اقول وما تقفش عليا يا ست؟ قولي بقى وخلصيني. خلاص انا هتكلم. هي مدام شهيره اصلها كانت محترمه بين حاجتين، تختار الراجل اللي هي مياله له والوحيد اللي عرض عليها الجواز، ولا تختار الراجل اللي مزغلل عينيها بالفلوس والذهب والعيشه القبها اللي هو معيشها لها. طب الاولاني ده كمال طعيمه، والتاني ده بقى يبقى مين؟ خلاص بقى دابيا، سرك في بير، معلش غلطة وتتصلح. انت مش خايفة مني وانت بتقولي الكلام ده؟ لا بس خايفة عليك. عارف ليه؟ عشان انت دايما كنت بتقولي ما تخليش حد يعرف سرك يا دولت، وان كل واحد فينا عنده الصندوق الاسود بتاعه اللي بيخبي فيه اسراره، لو حد فتحه هيكشف المستخبي. فاكر لما كنت بتقولي خبي سرك جوه صندوقك الاسود يا دولت؟ اصلا انا بفكر ابيع عربيتي الجديده. ليه؟ خربت؟ لا يا سيدي ما خربتش ولا حاجه، بس انا جايبه فيلا جديده في 6 اكتوبر وبشطبها، والمحامي بتاعي قال لي ان ودايع المرحوم مش هينفع تتفك قبل شهرين، وانا بحب السرعه والانجاز. حلاوة السرعة والإنجاز، أنا أموت في السرعة والإنجاز، بس مش في كل حاجة. قوليلي بقى فيلتك ناقصها إيه؟ لا يعني شوية كده ديكورات في الدور التاني، لكن عايزة أقول لك بقى إن الدور الأولاني يا مامي بقى خرافة. بقول لك إيه؟ ما تيجي تشوف. نشوف. نشوف قوي، أنا هناك خلاص، أنا سبقتك. أوكي. متر الشيك لو سمحت. افندم بالليل. معلش اخرتك معايا شويه النهارده، بس اعملي حسابك من دلوقتي هتكوني معايا لو حد جاي بالليل. ويا ريت تلبسي حاجه سوريه تكون كويسه. انا؟ عشان المكان اللي رايحينه وفي ناس مهمه، زي احتفال يعني، وانت من صغرك واخد على جو الحفلات والهيصه، مش كده ولا ايه؟ طب ومدام شهيره؟ شهيره خلاص. امي كان عندها مثل بتقوله زمان، كانت بتقول الغدار جنته نار، واللي يغدر مره يغدر بيك كذا مره. وانا ما احبش حد يبقى جنبي وعد صعب وراه، واللي سقط في امتحاناتي ملوش ملاحق، وشهيرة سقطت، وده درس عشانك انت. انت يا زفت. اهلا يا شحت. بقول لك اهوك، انا طهقان وزهقان ومش طايق روحي، تعال نروح اي حته هوا كده وقت لحسن، حاسس ان صدري طابع عليا. لا يا شيحته مش هينفع النهارده يا اخويا، انت عارف النهارده لازم اروح للحاجه انعام اختي، بروح لها مره كل اسبوع. خد ياه، ده انا حتى ما عنديش دم يا اخي، المفروض اروح لها كل يوم. بقول لك ايه، معاك ربنا، انا هتكل على الله. استنى بس يا شيحته، طالما وش الغراب كده لبسك يبقى مش هينفعك غير رقوه من رقوه الحاجه انعام اختي. ايه رايك بقى تيجي معايا ترقيك وتقرا عليك وتهدي سرك؟ يا عم تعالى، دي الحاجة انعام اختي بتحبك قوي، بتقول عليك الواد شحتة ده راجل وصاحب صاحبه.
بس نحسب صاحبه. استنى بس 10 دقايق تكون شربت فيهم كوبايه شاي وانا خلصت المصلحه اللي في ايدي. وانا اسطوحي. ايوه يا اسطى. تعال لم القد اللي برضيك عقبال ما تكون خلصت العربيه. بقول لك ايه؟ قول يا ريس. وين حاجات كوبايه شاي لعمك شحته؟ حمام لا تجاري. هو منور يا شحته. ايه اللي مسكنك بعيدة قوي كده يا بسومة؟ ده في الهو يعني. اوعي تصحي الجيران. يا نهار ابيض. دي فيلتك؟ لا. لا. امال ايه؟ جايين نسرقها ولا ايه؟ الله. يا بسومه ردي عليا بكلمك. الله. بسومه انا مش فاهم اي حاجه. حبيبي ترد عليا؟ انت فصلتي ولا ايه؟